هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينيا، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من إذاعة الوفاق نحييكم ونقدم لحضراتكم بثا جديدا لهذا اليوم السبت 3 أغسطس للعام 2019، ونقدم لكم في هذا البث حصاد الأسبوع الذي نتناول فيه أهم وآخر الأنباء في إريتريا ومنطقة القرن الإفريقي، ثم بعد ذلك نقدم لكم تقريرا عن مهرجان ستوكهولم لطالبي العدالة، وأخيرا نقدم لكم كلمة اللجنة المنظمة لمهرجان ستوكهولم لطالبي العدالة. كما يتخلل فقرات برامجنا لهذا اليوم أغاني مختارة من مكتبة الغناء الإريتري. متابعة طيبة نتمناها لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. سنير صوت الوفاق الوطني الإريترية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. اليوم السبت 3 أغسطس لعام 2019، نقدم لكم فيه أهم الإنجازات لهذا الأسبوع. متابعة شيقة وممتعة نرجوها لكم، والبداية بالعناوين. غرق حوالي 150 لاجئاً في مياه ليبيا الإقليمي، ومعظم الضحايا من الإريتريين. الإريتريون المقيمون بمدينة ستوكهولم يقيمون مهرجانين كبيرين، أحدهما لمعارضي النظام وطالبي العدالة، والآخر لأتباع النظام. كانت تلك مقدمة الحصاد، وإليكم التفصيل من إذاعة سنيت صوت الوفاق الوطني الإريتري. أعلنت المفوضية السامية للاجئين والتابعة لهيئة الأمم المتحدة في بيان لها من طرابلس بغرق 150 لاجئاً معظمهم من الإريتريين أثر تعرض العبارة التي كانوا يستقلونها لعطب غير معلوم. وقد وقع هذا الحادث الأليم قبالة السواحل الليبية من مسافة أميال فقط عن شواطئها، وقد تم حتى الآن انتشال 65 جثة يعتقد أن معظمهم من الإريتريين دون تحديد العدد الحقيقي. أقيم في مدينة ستوكهولم السويدية مهرجانين كبيرين للجالية الإريترية، أحدهما تابع لمؤيدي النظام والآخر للمعارضة وطالبي العدالة. وتم إحياء المهرجان يومي 26 و 27 من يوليو الماضي، ولم تحدث أي مناوشات بين المؤيدين والمعارضين أثناء إحياء المهرجان. يذكر أن المهرجانات السابقة كانت تطغي عليها الطابع المؤيد للنظام، غير أن هذا المهرجان الأخير كانت اليد العليا للشباب في معسكر المعارضة وطالبي العدالة، وكانت من أجمل وأرقى المهرجانات إعداداً وتنفيذاً حسب إفادات شهود عيان. كما ناقشوا في المهرجان الأوضاع الراهنة في بلدنا وتبادلوا الآراء والأفكار، وانتهى المهرجان بعرض باهر من الفنانين الكبار منهم أبرار عثمان ووفري سلام موسى وتمسكن ياريد وروبيل وغيرهم. ولمزيد من المعلومات الرجاء متابعة الحلقة التي تلي هذا الحصاد، وهي معدة من مراسلنا الذي حضر إلى ستوكهولم خصيصا لمتابعة الفعاليات وإحياء ليالي المهرجان.
سيداتي أنساتي سادتي، إلى هنا وينتهي حصاد هذا الأسبوع، قدمناه لكم من إذاعة سنيت صوت الوفاق الوطني الإريترية. والآن أترككم مع الفقرات التالية لهذا اليوم، متابعة ممتعة وطيبة نتمناها لكم. تقرير عن المهرجان الإريتري الأخير بستوكهولم. وقف تجمع طالبي العدالة وجها لوجه ضد مهرجانات هيكدف، وخرج منتصرا مترابطا موحدا الشعب كله. ففي مدينة ستوكهولم أقيم مهرجان الإريتري لطالبي العدالة في 26 و27 من شهر يوليو للعام 19 بعد 2000. وبالرغم من الفترة الوجيزة التي تم فيها الإعداد للمهرجان، كان خروجه المتميز انتصارا رائعا غير متوقع، بالإضافة للجهود الجماهيرية الحثيثة وخاصة الشباب والفتيات والمحاربين السابقين والقدامى. وفوق ذلك كله، المبادرة والعروض المقدمة من الفنانين كان له دورا كبيرا في إمداد المهرجان بالطاقة لمواجهة مهرجان هيكدف. لقد ظل معسكر المعارضة ولمدة طويلة يقاوم مهرجانات هيكدف بالوقفات الاحتجاجية، حاملين اللافتات والشعارات المنددة بالنظام القمعي في أسمرة. وفي هذا الوقت وكثمرة الترابط والتجمع الإريتريين، أصبح بالإمكان إقامة مهرجان إريتري كبير وناجح في مدينة ستوكهولم. وما عزز مكانة هذا المهرجان مشاركة جماهيرنا المطالبة بالعدالة في أرجاء أوروبا كالنرويج وسويسرا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا. وقد رتب المهرجان دروسا متنوعة توعوية وسياسية، وأعطى الفرص للمشاركة الجماهيرية بالتعليقات وإبداء الآراء وطرح الأسئلة. وقد سادت ظاهرة الاحترام المتبادل لدى المشاركين والإيثار والتعاون وإصلاح البين، وكانت متجلية بين الحضور بالرغم من بعض السلبيات والنواقص وضيق الموقع. إن مهرجان ستوكهولم لطالبي العدالة كان بمثابة ناقوس خطر مدوي على أسماع هيكدف وآذان أتباع النظام، فقد سعوا جاهدين لإفشال مهرجان أهل العدالة لكنهم فشلوا، إذ كان التقييم العام لمخرجات المهرجان ناجح وإيجابي ومتألق، مع أخذ الدروس والعبر للسلبيات التي طرأت من أجل تفاديها وتذليلها في المهرجانات القادمة. إن هذا المهرجان يعتبر كخطوة جبارة في مواجهة برامج وسياسات الهيكدف ونظامه القمعي، وتجربة مهرجان ستوكهولم كانت ترجمة فعلية لما يحتاجه شعبنا من الوفاق والتعاون والعمل المشترك، وأثبت المهرجان أن النصر قادم بمشيئة الله، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أطلع ما أملك يا قلبي مهرا لعيون البرية لبلادي في درب الأحرار، تدك جدار الفاشية بلادي في حرب الأحرار، تدك جدار الفاشية ما عاد كفاحك يا وطني، وصحاب نضال غضوية عاد كفاحك يا وطني، فصحات نضال مصرية ما عاد كفاحك يا وطني، فصحات نضال مصرية. Thank you.
مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم كلمة اللجنة المنظمة لمهرجان ستوكهولم لطالبي العدالة. السادة والسيدات المحترمون والمحترمات المشاركون في مهرجاننا، السادة الضيوف الكرام، لكم أعطر التحايا وأطيب الأمنيات. بدءا نود أن نقدم شكرنا وتقديرنا لتكبدكم المشاق من أجل حضور المهرجان الأول لشباب الإريتريين بالسويد. ونود أن نؤكد أن اللجنة المنظمة للمهرجان قد سعت جاهدة من أجل مهرجان أكثر تنظيما وشمولا حيث المشاركة وحجم البرامج، إلا أنه ولعوامل مختلفة منها قلة الخبرة وحداثة التجربة لم نستطع أن نعقده في الزمان والمكان المنشودين. ورغم ذلك ارتأينا أن نستمر في الإحداث انطلاقا من إدراكنا لأهمية خوض التجربة الهادفة لتجميع الإريتريين، تستحق منا كل العناء والعطاء. لذلك ينبغي علينا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم في التغلب على الصعاب وتجاوز عثرات البداية من الأفراد والمؤسسات حتى يرى مهرجاننا النور، وبهذا الشكل الذي يليق بإرثنا النضالي وكفاحنا البطولي وتضحيات شعبنا المشتركة. المحترمون والمحترمات،
عند بدء التفكير في تنظيم هذا المهرجان لم يكن في نيتنا أن يكون مهرجانا ترفيهيا للرقص واللهو، وإنما كان هدفنا التأكيد على أن المهرجانات التي يتاجر بها نظام الهيكدف إنما تعود ملكيتها للجماهير التي تعاني الأمرين جراء سياساته الهدامة. كما نعلم درج نظام الهيكدف منذ سنوات طويلة على تنظيم المهرجانات السنوية بدولة السويد، وذلك ليس بهدف تجميع المهاجرين الإريتريين لعكس ثقافاتنا الثرة أو الإسهام في بناء جالية إريترية قوية، وإنما لتمرير أجندته السياسية الهدامة وتقييم مدى تأثيرها وفعاليتها في أوساط المهاجرين الإريتريين. إلا أن ذلك لا ينفي وجود الكثير من الأسر التي تتردد على هذه المهرجانات رغبة في ربط أبنائها بعادات وثقافات وطنهم والاستفادة منها في تنشئتهم مشفعين بتلك الصفات الحميدة التي يتمتع بها شعبنا، وخشية من المشكلات التي تنجو من تأثيرات أزمة الهوية التي يعاني منها الكثير من أبناء الجاليات الأجنبية في السويد، وذلك رغم علمهم بأجندة الهيكدف السياسي. ومن هنا جاءت مبادرة طالب العدالة من الشباب بتولي مسألة تنظيم هذا المهرجان، والذي نتمنى أن يكون دعامة تسهم في خلق جالية قوية وفعالة تشترك فيها كل شرائح ومكونات شعبنا الأبي وطوائفه المختلفة. ورغم الصعاب التي ذكرناها في بداية الكلمة المتمثلة في حداثة تجربتنا وبعض التحديات التي واجهناها والتي عرقلت عملية التنظيم في المكان والزمان المحددين، غير أننا نعتقد بأن الشروع في تنظيمه بهذه الكيفية في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة لقوة التغيير والعدالة ولجماهير شعبنا، فضلا على أنه يعد زخما محفزا للإعداد لتنظيم بعد عام من الآن بشكل أكثر ألقا من حيث البرامج والفقرات. المحترمون المحترمات، لقد تعلمنا من خلال خوضنا لهذه التجربة بقدرتنا نحن الشباب المناضلين من أجل العدالة والتغيير للعمل جنبا إلى جنب مع آبائنا المناضلين الذين سبقونا في نضالاتهم ضد النظام الدكتاتوري، وهو بالطبع إحدى محامد هذه التجربة التي نهدف من خلالها إلى بلوغ الغايات الآتية: خلق جالية واعية تسعى إلى ارتباط الوثيق بالوطن ويتحلى أفرادها بالروح الوطنية، خلق الأرضية المناسبة لتقارب الإريتريين المتواجدين بالمهجر بشكل عام بهدف التفاكر والحوار في قضايا وطنية، وفضلا عن ربط أبنائنا بالوطن وقضاياه والعمل على قرص الروح الوطنية في أوساطه. وننتهز هذه الفرصة الطيبة لتوجيه اللوم الشديد إلى كل التنظيمات السياسية التي نعتقد بأنها لم تستطع على تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به بلادنا، وذلك لعدم تناسي خلافاتها الفكرية والعقائدية للتصدي للتحديات العويصة التي نتسم بها المرحلة الراهنة. ورغم إيماننا الراسخ بدعاة التغيير الديمقراطي الذي ينبغي أن تكون التعددية السياسية والفكرية إحدى أهم ركائزه، إلا أنه ونتيجة لظروف آنفة الذكر تتطلب المرحلة الحالية العمل والتنسيق المشترك في القضايا غير الخلافية من أجل إنقاذ الوطن والشعب. إذا نعتبر بأن تنظيم مثل هذه المهرجانات يصب في إتاحة الفرصة للإريتريين لتبادل أفكارهم وظهر خلافاتهم وتشمير قواعدهم والارتقاء بأفعالهم. وبهذه المناسبة أيضا ندعو جميع الإريتريين المقيمين بمملكة السويد للمشاركة في برامج هذه المهرجان وإدراء فعالياته. ختاما، لا يسعنا إلا أن نشكر الأفراد والمؤسسات التي ساهمت في تحقيق هذا الحلم. أدبنا وجمالنا في وحدتنا، وشكرا. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.
شمس الحرية. لا لن نخضع، لا لن نركع، حرية شعب صوت يقمع. لا لن نخضع، لا لن نركع، حرية شعب صوت يقمع. سنحطم قيد حصار ونبلسم جرح نهار، وسنعزف لحن الثأر ونغني للأحرار. سنحطم قيد حصار ونبلسم جرح نهار، وسنعزف لحن الثأر ونغني للأحرار. حريتنا تنسينا ظلمة ليل غدار، والثورة تحيي فينا أمل الشعب المغوار. لا لن نخضع، لا لن نركع، حرية شعب صوت يقمع. شمس الحرية تسطع لتبدد كل حصار، أبواب العزة تقرع وسنشدو للأبرار. شمس الحرية تسطع لتبدد كل حصار، أبواب العزة تقرع وسنشدو للأبرار. لا لن نخضع، لا لن نركع، حرية شعب صوت يقمع. هيا هيا سنثور كسيل عار، نمحو الذلة والعار. وسنشدو كفجر باسم وسنمضي كالإعصار. سنثور كسيل عار، نمحو الذلة والعار. وسنشدو كفجر باسم وسنمضي كالإعصار. لا لن نخضع، لا لن نركع، حرية شعب صوت يقمع. سنحطم قيد حصار ونبلسم جرح نهار، وسنعزف لحن الثأر ونغني للأحرار. Yeah.
ونقدم شرح نهار وسنعزف لحن التاريخ ونغني للأحرار فنحطم قيد حصار ونقدم شرح نهار وسنعزف لحن التاريخ ونغني للأحرار. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذا